Okay, let's continue on this video clip, our discussion on the synchronization and the critical sections. اللي بنكمل على المحاضرة اللي هي lecture 8، أظن أنه هي lecture 8 أو video 8. Let me see exactly where we are. Think. Okay. Yes, it's number 8. Okay. So let's continue محل ما كنا في lecture 8. This will be our video clip number 9. بدي أشرح اللي كنت أحكي فيه هون عن T1 و T2 بالضبط شو بصير. هذه إذا دخلنا على T1 لما بدي أعمل increment X++ باللو ليفل لانجوج يعني بالماشين لانجوج راح تكون العملية ما يلي. اولا T1 بعمل read x from memory، بيجيب الاكس من الميموري اللي هي الفاليو تبعتها تساوي صفر. هذه بيجيبها بحطها في ريجستر، في ريجستر بالبروسيسر. هذا شو البروسيسر فيه بيكون هيك شكله للي بده يعرف، بيكون شكل هاي البروسيسر CPU، هاي CPU تبعي. خليني اعمله هذا بلون خفيف شوي، وبيكون في جوا البروسيسور بيكون في اجزاء ميموري بنسميهن احنا ريجسترز. هذا واحد، هذا مثلا ريجستر 1، وخلي يكون لونه اخضر فاتح، وهذا اوكي هذا ريجستر 1، وهذا بيكون في ريجستر 2 مثلا، وفي عدة ريجسترز كثير. خل نحط كمان واحد، نقول ريجستر 32. عادة البروسيسر يوم 32 ريجسترز او 64 بغض النظر قديش. والميموري تاعتي هذا طبعا بدي اسميه انا البروسيسر، سميته هون اسمه سي بي يو. العملية بالضبط هيك بتصير. وهون عندي الميموري تاعتي انا، اوكي هاي الميموري. طبعا الميموري كبيرة ضخمة، this is my memory. هنكون فيها value من values 1x. هاي الاكس موجودة هون في الميموري، نغير لونه هذا لتكون على الميموري هيك شكلها، واللوكيشن تبع الميموري هاي الميموري بتاعتي. اوكي فهون read x from memory، فعليا read هيك بصير، بجيب الميموري انا من هون هاي الاكس بحطه فرضا في register 2، جبت على register انا. بعدين اوكي طلعت من اكس لريجستر، بعدين باجي بعمل انكريمنت للريجستر هذا اللي صار هون الفاليو. افترض انه كانت الفاليو ابتداء كانت صفر، فحطينا في الريجستر هون R2 equal 0 وبعدين plus 1، فصار الريجستر تبعي تساوي 1. بس يخلص العملية هاي بروح برجع من هون
برجع قيمة الواحد بحطها في الاكس هون، فبصير الاكس كانت زيرو وصارت واحد. هاي العملية أنا في تي 1 اجى على الميموري على اكس، جابها من الميموري على البروسيسور، لانه بالميموري ما بنقدرش نعمل انكريمنت، احنا وي كانت انكريمنت اكس ان ميموري، وي هاف تو برينج ات للبروسيسور، لازم نجيبه للبروسيسور ونحطه في ريجستر مشان نقدر نشتغل عليه. اجى الساعه لما خلص تي 1 بده يرجع الفاليو من الريجستر وحطها بالاكس بالميموري اللي هي باللوكيشن اكس، فصارت واحد. فاذا احنا عملنا انكريمنت لاكس. اسا اجى تي 2 عنده اكس بلس بلس، اجى دور على اكس، هي اكس، شو بده يعمل؟ يقول لك ريد فروم اكس فروم ميموري، جيب لي اكس اللي هي الواحد حط لي اياها في ريجستر. خل نقول بدي احطها انا في ريجستر 32 دزنت ماتر. باجي هون انا بقول له تفضل هات لي الفاليو اكس هون. ليش anyway. اجى تي 2 اخذ اكس حطه في ريجستر، بتفرقش على اي ريجستر 1 ولا 2 ولا 32، حطينا في 32 وصار هون equal 1. فلود اكس انتو ريجستر 1 increment r فسوى plus 1 equal 2 بس خلص، قال له تفضل رجع لي هذه على اكس. يعني بالضبط هاي العملية اللي بتصير. اجى قال له تفضل جيب لي هاي ليها في اكس 1. طالع كلامي اوكي. فهي العملية الثانية، جينا احنا بالفاليو تي 2 جاب اكس من الميموري نفس الاكس، جاب بس المرة هاي الفاليو واحد حطها في الريجستر، قال له واحد زائد واحد يساوي اثنين، خلصنا رجع لي اياها لاكس، فصارت اكس الساعة القيمة، فصارت عندي اكس تساوي واحد تساوي اثنين. اوكي هيك عال العال. ف ثريد 1 وثريد 2، ثريد 1 عمل انكريمنت لاكس عملها واحد من صفر سواها واحد، والتي 2 عمل انكريمنت لاكس من واحد لاثنين، وانا كانت واحد صارت اثنين. اوكي هسه اللي يمكن يصير السيناريو اللي هي اللي انا ورجيت فيها انه كان في مشكله، يمكن يصير العمليه كالتالي. اجينا نعمل اكسكيوشن لتي 1 تساوي اكس بلس بلس، خليني اجيب الساعه اشيل هاي من هون واجيب الرسمه هاي، هاي احسن هاي. اوكي
Alright. في execute T1 اجي اخذ x بلس بلس هي جنريت x equal 0 جابها حطها هون في ريجستر قال له increment load number step number 2 load هي step number 2 نحط اصفر هون load x into register هي حطينا الفاليو x اللي هي صفر حطيتها في ريجستر increment بس increment بصير بالريجستر صار 0 زائد 1 يساوي 2 بعدين قال له ستور رجع لي واحد حطه في الميموري عال عال اجى T2 بده يعمل execution T2 قال له load x تساوي 1 جاب لي اياها من 1 حطه في ريجستر حطه هون وقال له increment ريجستر قال له 1 زائد 1 يساوي 2 اللي هي هاي الانكريمنت تبعتي اسا باللحظة هاي الريجستر يساوي ريجستر 32 تساوي فاليو 2 يجي T2 timed out timed out ليش؟ لأنه السينكرونايزيشن تبعه ما بيعرف الاوبريتنج سيستم انه T2 لسه بعد في عملية ما كملها ولازم يخلص قال له عمو وقتك انتهى انت you have to stop right here بقدرش اخليك ولا دقيقة ولا ثانية you have to leave خلينا احطه هذا بالاحمر واحط الكتابة تبعتي بالبولد هون عشان تبين قال له انت your time is out بقدرش اخليك بالسيستم تبعي بالمرة you have to get out يعني ما خلصتش الاوبريتنج سيستم ما بيفرق معه الا اذا كان عنده instruction معين انه ما تطلع T2 الا لما هو يقول لك انا خلصت هسه T2 طلع لاحظ انه باللحظة هذه خليني احط هون نوع من السهم هذا الكبير هيك اوكي هون بالحالة هذه x لا تزال تساوي 1 ما تغيرت الـ x باللحظة هاي اللي هو لما t times out لأنه ما جابش الفاليو من 2 وحطه هون في x إسا برجع إجا t1 دخل على السيستم إجا t1 مرة ثانية اللي هو هذا بده يعمل execution read x from memory إجا جاب x لقى x إسا شو تساوي بعدها 1 بالمرحلة هاي لقى x اللي هي read x هاي read x لقاها 1 فراح حطونا في الريجستر 1 وقال له اجمع لي 1 زائد 1 فصار 1 زائد 1 يساوي 2 فصار ريجستر 2 اللي بيشتغل عليه thread number 1 actually خليني that's fine doesn't matter كان يمكن اعمل register 1 ولا thread 1 بس ما بتفرق ف R2 صارت تساوي 2 و R32 بعد 2 هسه thread 2 كمل increment R 1 زائد 1 تساوي 2 قال له store R into memory اجى جاب ال value هاي ال value جابها اوكي هاي الفاليو خلينا هسه احطها بالخط العريض خلينا اعملها لون احمر مشان تبين اوكي وخلينا اجيبها هاي للفرونت كمان مشان تبين برينج فورورد اوبس نقول هذا روح للباك جراوند اه هو
قال له store into memory، فرجع للميموري x تساوي 2 هسه. بس x تساوي 2 هاي اللي عملها thread number 2. بعدين x terminates gets out of the CPU. Now the turn goes مش x هذه t1 هاي. اوكي. Now t1 خلص وترك x تساوي 2، هسه بيجي دور t2. t2 لسه بعده بالكيو، طلع من هون اصلا واستنى، اجى resume the execution of t2 لانه t2 ما خلص شغله. We have to resume t2. t2 كان وقف هون على الخط الاحمر هذا، انه times out كان المفروض يعمل increment او انه store r into register، فبيجي t2 بيكمل، بيجي على هاي هون، بيجي على هاي وبقول له تفضل كمل هاي الخطوة. ناو كملها، بس شو لقى بريجستر 2؟ بريجستر 2 فحط x تساوي 2. لاحظ انه x تساوي 2 هاي اجت من thread 1. وهاي اجت من thread 2، يعني اثنين t1 عملها 2 وthread 2 عملها 2، المفروض انه كانت القيمة تساوي 3. critical section is a memory location accessed and modified in parallel by one or more threads. هاي مشكلة ال critical section، انه two threads اذا في واحد منهم طلع قبل الوقت فالثريد الثاني الأول اللي قبله بيجي بيدخل على نفس اللوكيشن، والتعديل كان لسه بعده ما خلص، فهذه المصيبة تبعته. ثريد 1 عمل 1، ثريد 2 عملها 2، ثريد 1 عملها 3، هيك كان لازم يصير، بس هذه ما حصل، هذا ما حصل. بس هذه بنسميه احنا synchronization of the critical section، يعني لازم ترتب الناحية الزمنية بين thread 1 و thread 2 او thread 3 3 4 مهما كان عندك threads، اذا بدهم يدخلوا على نفس ال critical section. هاي النقطة هون، الخط هذا انا بسميه خط synchronization، خط ترتيب التزامن، يعني thread 1 thread 2 بيجوان على الحيط هذا وانا بقول له استنى شوي، انا بدخل thread 1 ولما يخلص thread 1 كامل وتأكد انه خلص بدخل t2، بس ما بدخل t1 على t2 لما يكون t2 لسه مش مخلص شغله. ف this is we solve the هذا الاشي بسموه mutual exclusion. mutual exclusion معناها، معنى mutual exclusion بالعربي الاستثناء المتبادل او الغائب، الاستثناء المتبادل او التوقيف المتبادل اللي بدك اياه. يعني شو معنى ذلك؟ انا بوقفك عن الشغل انت بتوقفني، انا بستثنيك بمنعك، يعني هذا معناه، معنى الحكي هذا انه T1 انه هون مثلا T1 excludes T2، يعني يمنع T2 من آخر نسميه هون ليش يمنع الطرف الآخر من الدخول إلى
هذا كان الحرج اللي هو الكريتيكال سيكشن. هاي معنى الميوتشوال اكسكلوجن، معناها المنع، المنع المتبادل، الاستثناء المتبادل او المنع المتبادل او التوقيف المتبادل. تي 1 اكسكلودز تي 2 او تي 2 اكسكلودز تي 1، تفرقش. بس هذا الحل. طبعا كيف بحلوا الميوتشوال اكسكلوجن هذا موضوع ثاني، بس الان راح نحكي انه كيف بنحله بالجافا مشان الكلاينت سيرفر ومشان الساكت ما حد ما يصيرش فيها مشاكل والثريدز ما يصير فيهم مشاكل. مستعملها في شيء بسموه سينكرونايزد ذس، يعني حقق التزامن العملي ما بين ثريدز مختلفين. هذا لازم بنعمل. بس هذا الحكي بيخلق لنا مشكله جديده، نيو بروبلم كرييتد باي ذا سينكرونايزيشن تول، اسمها ديدلوك. في مشكله جديده اللي هي الديدلوك، اللي هي التسكير المتبادل. انا بسكر عليك انت بتسكر علي، يعني بنسكر على بعض ومش بمنع مؤقتا ولا برتب الترتيب الدخول على الكريتيكال سكشن. انا بعد بصير ديدلوك، لا تي 1 قادر يشتغل ولا تي 2 قادر يشتغل. تي 1 دخل الكريتيكال سكشن، لا هو مخلص ولا مخلي تي 2 يفوت، او تي 2 دخل على الكريتيكال سكشن لا خلص ولا خلى تي 1 يفوت، فصار ديدلوك. اوكي، اظن انه هذا السلايد انا شفته حكيت عنه. لو هنا بنشتغل السينكرونايزيشن احنا، اوكي، في السينكرونايز ثريدز في الجافا لها طريقة معينة راح نشرحها بالتفصيل، بس الان انا راح اترككم مع هذا الفيديو حتى لهذا السلايد نمبر what slide is this 8 حتى سلايد 7، اتركه هون وبعدين بكمل الشرح عنهم وباللاب. المس راح تشرح كيف الثريدز احنا بنشتغله وكيف بنعمل له اكسكيوشن، كيف بنعمل الكلاينت والسيرفر باستعمال الثريدز. ويعطيكم العافيه، وانا بوقف هون. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.